Ta'ira in the plane, Arabic conversation video by learning Arabic with Angela. عند باب الطائرة. أرني بطاقة الصعود لو سمحت. تفضلي سيدتي. في الطائرة. من فضلك، أين مقعدي؟ تفضل معي. إنه الكرسي الأول هنا في الدرجة السياحية. شكرا جزيلا. نرجو منكم وضع جميع الأمتعة في الخزائن العلوية. سأفعل ذلك. نرجو منكم ربط الأحزمة. التدخين ممنوع على متن الطائرة. بدأت الطائرة بالإقلاع. وقت الوجبة. هل تريد الدجاجة أم اللحم؟ الدجاجة من فضلك. هل تحب عصير التفاح أم البرتقال؟ أفضل التفاحة من فضلك. متى موعد الوصول؟ بعد ساعة من الآن. هل من تأخير؟ لا، الوصول في موعده. بدأت الطائرة بالهبوط. نرجو أن تعودوا إلى مقاعدكم. شكرا على المتابعة. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and see you in the next video.